وصلنا لمحطة مهمة طبعا عن الإبداع والتميز اللي عودون عليها الشباب السوري. كثير من الأشخاص المحيطين فينا ممكن يعانوا من مشكلة الصداع القوية اللي بتعرف بالشقيقة أو الصداع النصفي، والبعض ممكن يكون غير قادر على الحركة أحيانا لعدة ساعات. هي المشكلة الشائعة ممكن يعاني منها ناس راب مننا، وبدأنا حالياً بدأت عنا أفكار لوجود حل لتخفيف شدة أعراض الصداع المزمن. أكيد سلمى، ولأنه عنا شباب حلوين بنعتز وبنفتخر فيهم دائماً ضمن رحلاتنا الصباحية بنسلط الضوء على مشاريعهم. مجموعة من الشباب باختصاص هندسة طبية قرروا يعملوا مشروع خاص له أثر إيجابي على نفسية وصحة الشخص، جهاز بخفف نوبات الشقيقة والصداع. خلينا نعرف عنه أكثر، كيف بلش المشروع، من وين إجيتهم الفكرة؟ معنا الطالبة المهندسة ريما إبراهيم والمهندس مؤيد علي الحمو والمهندس حسين الويسي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. بداية مين بيحب يبلش لنحكي عن الفكرة؟ يعني اليوم بدنا نتقسم هيك الأدوار، أكيد كل حدا بالفريق رح يحكي لنا عن موضوع. مين ببلش؟ انا ببلش. فيني خلينا نرجع نذكر باسمك. مؤيد. مؤيد، رح نبلش معك مؤيد. ليش اخترتوا هي الفكره بالذات؟ اول شيء شكرا على استضافتكم لنا هون بالاخباريه السوريه وتسليط الضوء على مشاريع الطلاب عشان تلقى اهتمام اكبر. اول شيء الشقيقه مثل ما حكيتي عنها انه بكون صداع بالام مضاعفه من الصداع العادي، فهون المريض بيضطر ياخذ ادويه مسكنه جرعتها كثير عاليه ممكن توصل لجرعه المخدر، ممكن يصير عند المريض ادمان إذا ما غير الدواء كل فترة. صحيح. فنحن هون بجهازنا استغنينا عن الأدوية المسكنة عن طريق الجهاز اللي بخفف من ألام الشقيقة عن طريق نبضات كهربائية. نبضات كهربائية. فالفكرة طلعت إنه نحن بقسم الهندسة الطبية في عنا مشروع بالسنة الرابعة. مشروع بالسنة الرابعة لازم نختار فكرته، فزميلتنا ريما كانت بتعاني من الشقيقة، فطلع الموضوع بمسحة إنه ليش لحتى ما تعالجوا لي الشقيقة، خلونا نبحث عن فكرة. وفعلا بلشنا بالابحاث والتجارب لحتى وصلنا للجهاز. يعني هي مشاركه وهي بنفس الوقت هي خلينا نقول هي سبب الفكره الرئيسيه. طيب خلينا نحكي عن هي التجربه، قديش مهم انتم لكم كشباب مهندسين، قلت بالبدايه قديش مهم نسلط الضوء على هي المشاريع، وقديش هي المشاريع مهمه اليوم لتكون الى علاقه بالواقع اللي عم نعيشه. لما نقول انه مثلا انتم رفقات لريما وحبيتوا تكونوا شريك معه يعني بهيدا الوجع والألم، ريما خلينا نحكي عن هي تجربتك حتى مع المرض، وكيف بلشتوا بالفكرة سوا، وكيف يمكن استفدتي من هيدا الجهاز، لأنه أكيد بلشوا يجربوا عليك الجهاز ليعرفوا نتيجته، ليعرفوا كيف بدهم يطوروا ويشتغلوا عليه. هلا بداية كانت هي أول السنة الرابعة، فنحن ختام لامتحانات السنة الثالثة، ضغط وتوتر، هي طول الوقت أنا أشكي من وجع رأس، إنه رأس يعني وجع. أنا شقيقة مع التوتر. تمام. فإنه طول الوقت إنه يعني ما عم تأخذي أدوية، يقولون إنه عم باخذ بس كمان ما فينا نكتر من الأدوية المسكنة، إنه أنا بعد فترة الجسم ما عاد رح يأدي ويرتاح عليها. فمن هون بلشت الفكرة إنه ليش ما بيكون مشروع رابع. وبعد ما بلشنا اكتشفنا إنه ما عم نحكي بين زملائنا بالدفعة، في كتير طلاب يا بيعرفوا يا أما معنا طبعا. ومن وقتها خلص قررنا أنه هذا رح يكون مشروعنا ورح نلاقي حل تخفيف آلام. فينا نعتبره هو خالص تقريبا المشروع ولا في تعديلات عليه جربوه عليكي ولا هل هو كبرامترات يعني كنبضة كهربائية عم تطبق والقيم تبعها؟ لا خالصة نهائية، لأنه أساسا هي بتعتمد على أسس علمية ودراسات وأبحاث لسلامة جسم المريض. حلو. بس هذا بيكون نموذج أولي كشكل خارجي. لسه في عنا كتير تطويرات يعني هلا سنة خامسة نحن حاليا، فإن شاء الله عنا سنة لقدام يكون بصورة أفضل نهائية. أحسن خلينا نبلش نحكي عن مراحل العمل، يعني من بلشتوا تخططوا كمشروع لا شفنا تقريبا قدامنا هذا الجهاز، كم مرحله استغرق معكم قد ايه وقت؟ تمام. نحن بالبدايه اول شيء قسمنا انه عالم بدها تبحث مثلا بالوضع العلمي بالموضوع العلمي، عالم بالبارامترات، عالم بالكذا. بعدين اجينا لحتى نشتغل، فبالبدايه لقينا عرقله انه نحن ما عندنا هالادوات اللي نحسن نشتغل فيها. بس عندنا بالجامعه السنه الماضيه تقريبا يعني بعد يعني بنص الفصل الاول افتتحوا عندنا مخبر للمشاريع. هذا المخبر فيه جميع الاجهزه اللي بيحتاجها الطالب لحتى يتقدم لمشروع ويبلش فيه، يلي ما بيحسن يقتنيها بالمنزل تبعه. فنحن هذا كثير شيء ساعدنا، فبلشنا نجتمع بهالمخبر ونبلش شغل. يعطيكم الف عافيه. خلينا لو فسرته من اول وجديد مؤيد معك على الشاشه، لانه رفعته انا على الشاشه نشرح عنه اكثر. وبالسنه قلتي نقطه كثير مهمه ريما، يعني انتم كلكم مع بعض انه رح تقوموا بالسنه الاخيره بكثير من التجارب على هيدا الجهاز لتطويره، لا يمكن تكون فعاليته اكبر، وبنفس الوقت
ممكن نشوفه مشروع بالسوق، يعني بدل ما نشوف مثل ما قلتي الأدوية اللي هي استهلاك بشكل كتير كبير وتأثر على نفسية وصحة الشخص، نشوف إن شاء الله يا رب قريباً باسمكم هيدا المشروع بالسوق. ها بداية بالنسبة لعمل الجهاز تلبسي ريما طبعاً فالجهاز ريما هي تجربة من البداية بيلتبس على الرأس بهذا الشكل وبنوصل على تطبيق بالموبايل بتحكم فيه عن طريق البلوتوث. فالتطبيق فيه ثلاث أنماط أساسية، في عندنا النمط العلاجي لما المريض بتجي نوبة الشقيقة، فالنمط العلاجي هي عبارة عن جلسة مدة ساعة واحدة، بعد هاي الساعة بيختفي الألم عند المريض بدون ما يحتاج لمسكنات. في عندنا النمط الثاني هو النمط الوقائي، مدة الجلسة 20 دقيقة، إذا المريض وظب عليها لمرة واحدة يوميا فهذا النمط بقي المريض من حدوث النوبة أصلا، يعني بقلل له عدد النوبات اللي ممكن تجي. وثالث نمط عندنا إياه هو النمط ضد التوتر، كون التوتر هو السبب الأساسي لصداع الناس بشكل عام، فمريض الشقيقة إذا توتر فحكماً رح تجي نوبة شقيقة، فنحن هون عم نحد من حدوث النوبة أصلاً من قبل ما تصير. يعني فينا نقول ثلاث استخدامات اللي هي وقائية وتخفيف ألم وبنفس الوقت علاجية. طيب ريما الشكل، يعني اليوم كمان أنا بعرف إنه اللي بيكون عنده شقيقة ما بيتحمل شيء على راسه، الوزن الشكل حتى الطاقية العادية اللي بيلبسها ممكن ببعض الحالات بيتضايق منها، فكمان كيف درستوا هذا الموضوع؟ قد ايه ساعدتيهم بهي الحاله؟ لانه انت يعني اخبر بهذا الشيء. هلا فيني اقول لك معك حبيبي شغله ونضيف شغله ثانيه، انه نحن كان بدنا لما عم نحكي عن هيك مرض ونحن هدفنا يكون هذا الجهاز محمول بيروح مع المريض وين ما بده، فنحن كان انه يا بدنا اياه اللبس على الراس، فنحن كطلاب سنه رابعه وبدنا اياه بس يكون نموذج اول ينورجي العالم، فاضطرينا نعمله بلاستيك. بس طبعا هذا الجهاز فينا نقول يمكن بيناسب يعني عدد قليل من المرضى لانه حجم اللي يجي على حجم راسهم، فلهيك نعمل على حجم راسي مبدئيا باني انا كنت عم جرب الجهاز. بس هلا نحن لسه عندنا سنه كامله، واحد اهم التطويرات انه احنا الجهاز الشكل ما راح يكون هيك ابدا، راح يصير على قطعه قماش بتناسب راس اي مريض. حلو. فيعني حتى شكله راح كثير يتغير، وزنه كثير راح يخف، حتى يعني هدول القصص رح ما عاد رح تأذي المريض ابدا، رح يصير مثل عصبة الرأس ان شاء الله. يعني نحن مبسوطين كثير فيكم وسعيدين كثير فيكم. لما نقول هندسة طبية اليوم وضمن هيدا المشروع لنحكي عن المعوقات تنفيذ هذا المشروع، يعني احنا اليوم بحصار اقتصادي عندنا مشكلة باستقطاب اي آلة او جهاز او بطارية، فنحن عندنا شباب مثلكم، يعني قد ايه حلو اليوم نشوفكم انتم عم تشتغلوا ضمن الامكانيات، وبالمستقبل نشوف يا رب نتمنى من كل الطلاب فعليا يعني يكون مشاريعهم تهدف المجتمع، نشوف تصنيع كل الأجهزة الطبية ضمن سوريا، يعني ما نحتاج حتى لقطعة واحدة لحتى كل هاي الظروف ما تأثر فينا. خلينا نحكي عن المعوقات لكم انتم كشراكة بالمشروع، لي واجهتكم وقديش هاي المعوقات عطتكم حافز لتخلقوا شيء جديد؟ يعني هاي القطعة ما أنا موجودة كثير من الصبايا والشباب استضفناهم قالوا لنا نحن صنعنا القطعة وقلنا بدنا نكفي مشروعنا لو شو ما صار. هلا المعوقات فيني اقول لك هي كانت على منحين، معوقات مثل ما قلتي اثرت نفسيا ومعوقات كانت بين ايدينا. هلا خلال تصنيع الجهاز كان في معوقات القطع الالكترونيه بدنا اياها ضمن دقه مطلوبه فما التقت عنا، فنحن بجهازنا دمجنا اكثر من قطعه مع بعض لحتى نحصل على الداره النهائيه للجهاز اللي هي بتعطيني البارامترات المطلوبه. هلا هي من ناحيه الجهاز، غير انه مثلا هون الالكترودات هي لازم يكون لها شكل معين لتنبه العصب المحدد للشقيقه، طبعا هذا الشكل كمان موجود عندنا بالاسواق، فنحن من الالكترودات الموجودة قصينا الشكل يلي بيخدمنا. لهذا تجاوزناها وتم إنجاز الجهاز ومكملين إن شاء الله. كان في معوقات على الصعيد النفسي، إنه نحن شاركنا السنة بمعرض كلية الهمك للمشاريع وكان له دور كتير كبير علينا بتسليط الضوء على الجهاز، وكتير إجا مرضى ويعني يتمنوا يصير منتج لأنه آلام يعني. بعدها شاركنا بالمعرض الصناعي الدولي، فهو بيستهدف اختصاصيين بالمجال الصناعي ونحن تم ترشيحنا لنشارك فيه، فهونيك نحن كنا متأملين نشوف الشركات الوطنية لحتى يتم إنتاجه ويصير منتج ونعمم الفائدة على أكبر شريحة من المرضى. بس للأسف هونيك ما كان. هاي كبرتكم وجهوا رسالة لكل الشركات الصناعية لأنه نتمنى للشيء التجاري يعني نتمنى يصير منتج تمام، يعني مشان بالأخير المنتج وطني بشركات وطنية وأيادي سورية وطنية لحتى نقنا يعني إحنا وبيدر عائد مالي كبير تماما، ويعني في أثر إيجابي يعني مادي وطبي وصحي. يعني نتمنى بقى هالمشاريع هي تضل هون ما تطلع لبرا، يعني ما يكون هاي الأفكار اللي موجودة هون وللأسف ما تلاقي استقطاف تطلع برا. حسين خلينا نسأل، يعني تقريبا هيك تكلفة، هلا انتم طبعا في جزء كان ضمن مخابر الكلية فهي بتوفر كثير، خلينا نقول انتم عملتوا دراسة وشاركتوا باكثر من مكان فبالتالي صرتوا بتعرفوا
تقريبا هيك اجهزه قديش ممكن تكلف؟ تمام، نحن ما فينا نحدد كلفه معينه لانه نحن تمام. ولكن تقريبي هلا هي كثير كثير زاهده كثير بسيطه، ونحن ما فينا نحدد لانه نحن عم نعمل على التطويرات، يعني اكيد مو هذا هو الشكل النهائي اللي حيكون بالسوق، وخاصه اذا صار هو منتج فاجباري على خط الانتاج حيكون سعره لسه ينخفض اكثر بكثير ان شاء الله. يعني نحن يعني اكيد اكيد مريض شقيقه حيحسن يقطني بالمنزل، يعني اكيد في سؤال لانه كل حدا مريض شقيقه شهريا قد ايه بتتكلف ادويه؟ تماما، يعني مقارنه بالادويه هي شيء كثير بسيط، مقارنه يعني بدنا نعمل قطه، يعني تقريبا لما نقول جهاز مثل هذا ممكن يكلف 250 الف حتى 500 الف، هي خلال يعني سنويا عندها ادويه بما يعادل ثلاث اضعاف هذا الرقم. فنحن عم نقول حتى لكل الشركات الصناعيه اللي هي عم تتابعنا او عم تشوفكم انه له مردود مادي كثير كبير، له حتى مو فقط في سوريا، يعني في تم تصنيعه ويصير لخارج القطر، يعني له فائده طبيه كثير كبيره على الاقل بس نبلش فيه بسوريا. نحن اليوم عندنا شباب واعد وعندنا مشاكل، عم نقول خلينا ندور على حلول صحيح. فاليوم بدل ما الطلاب تتخرج ويكون عندها افكار كثير جيده وما تعمل شيء تفيد فيه البلد، بالعكس هلا نحن عندنا فكره كثير مهمه، و غالبا كل الهندسات الطبيه يعني او فرع الهندسات الطبيه عمل افكار مميزه السنه، وكان في من فتره معرض حتى زارته السيده الاولى، وكان في توجه بانه ندعم هي المشاريع الصغيره. خلينا نحكي كمان فكره مهمه معك مؤيد، اليوم اذا تم تطويره بالسنه الخامسه قديش بيحتاج منكم وقت، وقديه كمان لسه ممكن يكون تكلفته اقل بعد التطوير اللي رح تشتغلوا عليه؟ نحن بالسنه الخامسه معنا تقريبا للشهر الثامن 2023، يعني تقريبا معنا سنه لحتى نطوره. بالنسبه للتطويرات اول شيء مثل ما حكيت زميلتي ريما رح نشتغل على تطوير الغلاف الخارجي شكل، يعني اول شيء يكون كوزن وكحجم اخف بعشر مرات من هذا الشكل الموجود. وبالنسبه للدارات اللي رح تكون موجوده قدامه كمان حصلنا على قطع حجمها اصغر وبتؤدي نفس الوظيفه، فهذا الشيء كمان رح ياثر على حجم الجهاز. والجهاز لما رح يصير خط انتاج، طبعا نحن بالنهايه هون عم نصير شركه وطنيه رح تشتغل فيها ايادي سوريه ويندعم اقتصاد البلد، فهذا الشيء كله رح يعود بالفائده على البلد، رح تكون تكلفته يعني بمتناول جميع المستخدمين، يعني تقريبا بنقول بحدود ال 300-350. ابدا مو سعر عالي يعني. نتمنى اكيد بنهايه حديثنا التوفيق لكم والشفاء لك، نعرف انه هو مرض مرافق مدى الحياه، فان شاء الله يا رب هذا المشروع يكون بشره خير لك ولكل المصابين بمرض. حابين توجهوا كلمه بالختام قبل ما نقفل معكم لاي حدا عم يتابعنا، ممكن لصناعيين شركات لجهات وقطاعات كثير يمكن هلا ممكن هلا اكيد نحن بنتمنى انه يعني من خلال تجربتنا انا فعليا بهذا المرض ومن خلال محيطنا، فنحن بحاجه لهيك جهاز كثير مرضى يعني يتمنوا يكون موجود، فنحن بنتمنى الشركات الطبيه والصناعيه يعني تدعم هيك مشروع لان يكون بالمنتج. اكيد نحن اكيد بنتشكر حضرتكم على استضافتنا، وبنتشكر دكتورنا المشرف دكتور هاني عماشه اللي هو دائما يعني بهدول التفاصيل عم يساعدنا وعم يشجعنا وانه كملوا. أكيد تحية لكل الدكاترة معكم بقسم الهندسة الطبية، نحن سعيدين وفخورين فيكم، دائما مسلط الضوء على مشاريع الشباب بكل الجامعات، يا رب هيك تلاقوا حدا يرعى مشروعكم ونستضيفكم ونشوفه فعليا على أرض الواقع. شكرا كثير. شكرا لكم مؤيد وريما وحسين، شكرا لكم وبنتمنى لكم التوفيق، ونحن فخورين فيكم، واكيد بنتمنى كل مين تابع هاي الفقره وبيقدر حتى لو ما نون اصحاب شركات او رؤوس اموال، ولكن ممكن اثنين ثلاثه من الجهات يجتمعوا مع بعض يدعموا الشباب، لانه هذا الشيء مستقبل بلدنا وشيء مهم كثير. شكرا كثير لكم.